يوتيوب قالوا قبر افريقيا لا كان شري نولش اي كجيره نولش كفي عمل ما جرت سير عليه او تايبا كدر سيده اسبو جعل يابا كدرن با لخ بلود مركز جعلكي ارنتي ودته غبدي وها برانيسا اسلام سو غشاي 89 iyo 3 سو غشاي ودانك او جوقته صدن سنه اي اجا غبدي ورته كو اركيس يدو ان سوبر ماركت كسو اديغني سنه حلده نو هره مي او هره هذا كم أرك جيرين هذا وطن كذا كقولين هذا كأنا ها نعرف تدانو كل شيء ما أرك ما يد ها دانو ها قبل دي هبل بن ها هبل كذا كم بيجرا نا ما دوك ساق حيسته ها أوكي ما دوك وطن كي كذا كنسته أوكي هل كي بالله سبحانه الله بركة أنا ال هذا ده ده بنكو أنا الله بركة يا قرب ودرك لغة قبل دو ما تقانا مرة كقار ملها وحكة عوية ترجمانة دو بان تمر كذا شغلة عادي قبل ده هلا بان بو بان ده إسلام تي بالله بركة بك قرته قبل دي وهل كي نبتو كسب بالله ميسا يا قبل دي وحى كورة مثلاً إسلامي برينك كذا موت شو قوامه يا نبريون كسب وقنا يا أوكي حلقة يا حلقة نين كم بورت كذا إسلامي يدون كويس كلا الناس إسلامي واحد كلا وشيء جزء إن إسلامك كلا برا يسوع الله بكله هراك سوق حيسان يسوي شار كذا إذا قبر وضع كتب ميدو حلقة بجيني يا فارب ضم بلقت بجيني وجن قبر إنه حمو وجب كاربن جماعة يسطو لعكت نين كذا يقصون على أيوة ثم ما قشوا كوري جوا واحد عنتي واحد عبت له سب وحياة وسكول صدق بلاده تكتا قبر إنه نلاش شيء بق يعني ولي وما كلا بحسن ما قرت نين كان نصفي عنب وح وضايو لعكتي سجى وهاي نلاشي سجى وهاي إلها وحياة بيلك سجى سينية كبرد وح والبقى سجى لقبانية درع عدد سوق ده نسجى راعية كبرد نقارب يعني أمس عتاه هوش لكن قارب على خلا ديجتونا وهالك نقول سوى ذي إسلامي هي قرية صوب وغدان مركز إسلامي قرية صوب وغدان مالنكي نين كان ينوم يا أخو أنا قفتها بعرف يا قبان هاي يبغى واحد كبر لعبة يعني هرت قرية فيرنا يعني بوقي منا يعني كبر حاجة المية الله هرت القدر يعني ألاكي هو عنس هبلاية آه. اسكب الدشي حاجة انتهى كمحرنا وقولي قوام حالك نحن تكسو قليسا أنا وحما ورتوحن وحما قليسا وحالك ما بهاش يسكي قليسي وميضا ويأدى محما أغان وميشا ميلاح وحلقة البضامين كوكوشير وحما ما أغان يدى وحلقة البضامين نابر كان ورتا أبا نكو سدجيني أبا لو سدجيني يا ألابا هلا قايا أبليكيشن قلو سدجيني يا إن قولي قده هي وحكم قيين ما أنت والله تصي وحا لقوي لي ما أنت لمرك يقو وكاس إدى دابا أن هاي أنك كوغرب تاغن مالك استانو كو راعي تختار مقبل اه قلت تختار وبا انت نينك وراي يا نينك كو شقي نينك ايو تما كو جيرتا مالك دنبا لو ايمان مالك وا لغا تغي ادو وخيا لبدن با لا سوتو سعا وير فكريسا غبدي هرتو واحد ايمانيسا مسخخدي ديبا سا ساكا كا تغتا يسشل كولا هين احنا كبدلن با عا واخا كو بلاوي ساد ما تقانا او هرتو مخبي ماينا هلكا او باهناي باهلي رو كرسي ولا سو ريكتو ادو نو وركما سيد وين ما انت اسلان تيمير ركو كرسي غني واخا بكا هاشيبا ان اوشي مركا ساتهاي لا يبلا إسلامي أسبوع كذي بس أنا قنايا أحد ضمك كوس أنا قنايا إسلامي أنت بدان أحد يفريه إسلامان عرور تودي فرعي كبحري ما قال هذا أيوة ثانة تربان رجعوا في كوريا لما تدقنا وذي عشوا في كوريا كلا قاتن هو إسمع عبير هري إيه يجوا سوشيال لكو تيران العكر وتراد يحبس كقتن وإسلام الداء إيه لكن هذا كوس على إنه هو شاذ سيد يجوا تودي أي كشاف كلا إن شاء الله نيكو كلا تجين عرور تودي هو ذوق بحري أذكر أنا ما أنت هذا كوس على لكن كبر ما فهميسه إسلام إسلام أنا محكّر أدعني عن قبضة هنا وضن كمبيرة هري مادين عرور تودي إنه ما أنت وحول بقبض صتي نينكو جيرو ما أنت وحول بقوق قبنت شري يعني وحول لا تصي إسلام تين إسلام أنا هير سو قارين لكن إسلام أنا هير مي قارين نرشو إسلام أنا نرشو ماشي وجوه سيسك تاجيني يج ما أنت عباده وإنه سو بسني بس ورد قلا كمر قارين تمر إس إسلامي قبضة وكوسو نقطة يا مر كوسو نقطة بري كمان وحول ورا أنا يوتم كوجرتها وهل كديبتو كإما كإما أنا سر اليوروب مكوش جاي قبلة هولي بلا سوق هذا قارهم ويانا أنا كربوس عقوق سوى تهريب يجوا حبيب الله فانسين لكن هو عقوق أفريقيا لقى سوق هذا كود تهريب يجوا قاعدي قودي يجا إسكو هذا يجا إسكو قبلي مرك أفريقيا لقى سوق هذا إسلام تي واحد كتير إسلامي هو كوس نقد ما أنا أيوتم مكوش تبا مايا أنا ما يوقتها هي يبلا أيوتم لا بقول أنا هاي أيوتم هو يسلا بقول ما هنا ترى أنا هيا أنا واقون ترى هاي سواي مسوي سيدات بقول صدق عن إسلام صدق أيوتك هو جانو كله يهيم بمن تطلع بقول هو جامسا من تكون هو جامسا من تسديات بقرة بس كده والله عين لبكونا الدورها ترى ما هي ستة أو أيوتها واحد لو يدين يعني إن كيدونو شقيه ها محوك شقيه واحد سي واحد العكس تيم سوقها تعين تاس شقيه يعني إن كيدي برافت كوها كبرنا لما بهي ستة أفريقيا شركة تيمد واحد لو يحي برافت كإسلام هو أول رنتبة إن كيدونو مشارشان كنا قاتو كاريجا إنه وتو شقضا إنه كشقيه هبين كيدونو حليقة سوق الله هذول الأربعة لقيا بجيم بصير عيارة قلب كي وننسى عيب كلا سوق عيارة كم حتى وش هي سواح هذا عصر كمركو شغلة كي ما ده حق أسوس همرة وكبدها أسوس صار عيار نا كبدها حتى إنه صار عيارين بعد كده على أورانيا كوري وهرس صقل كده لما بدل ما لقيت بجينيا كبر ده واحد لقى أورانيا نايا أيوتة صقل نينك العك تكاد كار ما ليه كار بنك وما يكار كيسة هي ما كار صوص ميسا أنا كبريكو راعي إنه بوسط الله راعي ومشي كار شرقة فرنشري كار بالوفرية لكن كبر شرقة هي ستاي شرقة لوكا هنا كبر ده وارت كار بنك بالوفرية
بين الهان شرين بقى ان ايو تا عاو كلكات سوق نينكو سوق لنا ايو توينكا ايو ارمها اوشيك او واحد اوشيك ايو توينكا ان هدا اساق وحا لقد دعينيا لعاقتان ويلك اللي ويدينيو ان اساق وحا لوقو مانا يهدو لعاقة كتل الحيسان لعاقة عرورت هدو مستقبل او دقاتو لعاقة ودنك وحكا قبسان صدقا ايو تو والا كلا قرشينيا يدا قرشا لو سيدك وحا لقو يرين نينكا سيدا كله نينكا سيو سوس على قلبكي وحوقي مانا يرهركي سيو وضع ايو تابا ورركي ساكي سهلا ناو كبا حيبا رهرك لابا ايو تاكونا نقلينا حبيبا لو قبل لابا يا محابري ورتو نينكو يسويدين يا مركاب ويعي فانسان تاي ايو تاين يسكي قلينا ديوان تاسم بريكا مالا فصح يا بحني إلا موالا قد بقي ايو تادي كونكا ايضا فصح يا بري لقو بحبحي اساق اللي فتي سوفكري وحسولينا والله كبرا ما كبرا قارا ورنس ابل هو كونكا كونكا ورتو وديبي ايو تلا بابو قلا لو شيء يا عرورة المستقبل كاتو لا عرورة نسي وحوا مالا سكادك تاي وحن وها دوني والله انو دقان ايه وحوا مين تاس قفو حنو صدابه لابدا بقلا يدنا اسلان كلا هو قامي سو والا قان سحينا يا ايو تا سيديد بقلا او قوري ينا ودن كلا قدستا ورارد كوري مكو بيسي يعني كو حمار اسنبا إلا طبعا كي سانو يدن بخ اوش كتلا چرينو سواك حيستو سو قرسي دي وحام منقب سانو وحو برن يو امي كو من دولشي سيسو هاكتي ارين تي قوري ينا ويكرد ماينا سا انو بري كمال و قوري ودستا ودن كي سيديد دي بقلا هالكا ديك بالي هار تا ويل كي شانتم كو قادن يلا بكون هالكا سو سو ديك با صح الله كون ايو تا ان ويل كي حالة دي شالي كو تيري كار كي صدن كو تيري برواقه دي كو تيري غاري وغروح بناي وتي وهل هالكا عدلتو كب اللاميس غاري قويس بدلي دونا كارشان وي كعد دونان اساق دان ايس كدفور كفعنا شارك بدلان تيري ان اريد ان ما سمين دونا صح waxa kale oo dhici doonta in wiilkan snap chat iyo waxba iska isticmaala asxaabtiisa snap kuma laga daba tagi doona wax la oranayo ninka oo khad kuma haysta waa laga daba tagi doona snap kan yar iska isticmaala iyo waxan he telefoonkiisa laga daba tagi doona oo howlaha dhan bay isbedelay inaan gashan kun buu qaadan jiray kuna gaadhigu iyo kharashaadka gaadhiga waxa isugu talagalay jiray kuna guriga ku bixinayay kuna bill buu ka dhigi jiray kuna reerka ayuu iska hagaajin jiray kuna kaarkiisu dhiganayay 5000 hadda waa loo soo qaatay 2000 horta ayuu taa lagu galiyay كنا قريب يبوك بحية كرديسي كنا خرشات كيسي قارقية شدال كيسي بين غطى واحد صاهر واكون كون كي بشان بقل وأدك سجا مي بحسو شدال كي كوش شو بنا دوانة كوسو غبية دقيسو هالك ضبك كك عيا وهالك أسوان كوري إنن كي kolka shidaalkii iyo guriga kaladiisi iyo ayuutadu bixiye kaarkiisu maran yahay balse raga raga Yurubtan jooga dhan caru fiirso caru fiirso maqaahimo fiir aadani single ma yahay Yurub ma jooga raga reeraha loo dhan dhan yarta dhan u fiirso waxa lagu oran yahay 400 bisha sabtida xad soo dhacaysa shaqada lacagti 25 bisha soo dhacaysa 15 bisha soo wacaya oo uu ku leeyahay 15 bisha 25 bisha soo dhacaysa 400 siidayn sababta taa 400 alankii iyo wixii oo dhan meel ay mareenba inan kiiba waxa weeyaan waa inaan saddex ayuu tala kala galiyay una awoodin aan kabadho iyo aan tifiyo iyo waxyaala madaxiisa ka waweyn baa loo diray oo soo iibinaya xilligi uu soo xaroon jiray xilli ka bedelan baa lagu yiri soo galo hadii daqiiqad la waayo dabada loo qabanaya ay aan waxa weeye inan kiiba horta karba ku bilaamaya islaamahan reerka imanayay isla gabadhu way la saaxiibeen gabadhu waxay u isticmaali jirtay awl raisna ma ilaahay horta isna baa loo sameey tiktokna ma baa ilaahay tiktokna ma ilaahay tiktok baa loo sameeyay waxa lagu yiri xayeesis baa soo galay halkaas wax laga daawada balaay daawan doontaa facebook ayna lahayn baa loo sameeyay gabadhan gabadh yar oo salaad wadanka soo qaatay iska reer badiyaabay wuxuu dhan baa laga daba geeyay gabadhan marka waxa soo dhan loo sameeyay ee nolosha loo sameeyay adiga ayaa dib lagugu soo noqonayaayo islaamahan iyo de noloshan noloshii iyaga shalay ay u soo hagaag weeyday iyaga ma rabaan in adiga maanta ku hagaagto adigana halka uu kuleelka iyo dhibtu kaaga imanaysa waa halkaas ayuu ta aan rabin ayuu ta aan awoodin baa lagu galiyay wax aadan soo awoodin baa lagu galiyay caruurtii iyo reernimadii ay shalay idinka dhaxaysay sida fiican u dhaysan jirteen ayadan maanta u haysanaynin boodan awoodin xaaladaha dhan ba isbedelaya sax marka qof tiisiiba soo dumiyey adiga inuu taada dumiyey ma gabadha yurub imanaya
أحوران الله هرتر أدرك سومالي هذه يليان رجس سومالي هذه يعني جو حاجة مغليان واحد هي لها جبر بيور بكان سنينا عرورنا هكان سنينا حتى هذا عرورتي إنه أفريقيا شوكته ودعوينا هذا لكن سأدعوتنا عروري هني كان تان يه الإسلامي هني جبر ليه هالجورستين أذ كان تان يوروب أما قربياس أذ كان تان وأنا أضد القاضتان حارضها إذا نسوي كها هبين بركب على صقر على جوريا كدر إسلام توا إسلام سديتن كوادن كصقر شوي سحب بويد دي جبا كي أربعة فكاس كله نهب لا يك قابل كيش بريزا كوادا بريز كات كاتا يدري عليه دي توب كا توب كان هبين كل سو كان ينسك دم بوا محله دي توب كان هبين بيرتو كان تا در والله لا وما حي حلي قاس كيش كان بريز كان ما إلا وضع وربا لا وضع وعلى وضع ورح حساسية لي ورما هاي تلفون كاقع إذا ما يبالي تشيرين وابلا بارا يا هذا تبادي تسكك سكو كالسوين إذا كوو قبتين تلفون كاقع يا هولا هاقا بقيري تشيرين هذا كنا أسكن نفسك أهيد ما جرتو وحالو انت هيرا شقالكم مغلي ماتا تلفون كاقع عاود تبادا ليه قدية وهو حاني محوها والله بادا كوني اللي حيطبنك ما سيشي القرطار وقوق بصنجا فايسبوك هاقا ديو بارسا وكان محوها ده يا بك الله يا با واحد يا الشيخ واه هلكم مرون كوكب الله ما يقول تري قبر ما حنا قبر حيان وابا نسلح هذا الله لكن حصوص بكو جت ماشان قرنها ها الله يسطها ما بلوكس هرتي سو ادو ما دان ديسنين او صوت هذا كسو وعد او صوت صور كاك الله كسو بخس او صوت كومنت وخي يرا دوبتي ما انت واخا لا يابا نين كل ارورتي سي شقتك يا كليب يربو دوبي وددي واخو كو قبتي شقدي واخ يدا اسك كلا كحسنت هاي شاشه غاديه واخاس قبر با او سو قرتين نين اسكو تشدي ila gabadhu way iska soo amaanayaan ma sha Allah in isharay inta marka ku soo qartay adiga caawa lagu qabsanayaa intii muxuu tan soo qartay ee ka hadashay maxaa meesha ku gali halkaas arrinku ka bilaabmay nawa walaashay iska daa blog horta lagu qabanayaa tan hadii la rabo waa la wacayaa een gabadhaadi maxay bilaabaysaa inay islaamahan sawirkooga saarato whatsapp ayay bilaabaysaa salaamii salaamahanu imaanaya oo saaxiibka ka dhigato madaxa dubar ku markay yurub joogan digu biyamaha gabadh gabadh soo dhigayso ku faana isaga gabadh kale xagee ka timid arintani arintan ay gabdhuhu isku faanayaan xagee ka timid anuu toobiyan saartaa halka ka timid oo ku sheegay dhigisan markaa gabadh yar oo shalay la keenay waxa arkaysa islaan sideetanka wadanka soo gashay oo la ficil baan la qeyr baan ahayn inta sawirkeeda soo dhigato oo isaa filter u saartay islaantii inay yar laga dhigo faraha islaantii ilaa dadkan wadanka jooga dad weyn ma wadad weyn yar ilaa ma sideetanka soo gasho يا تمام ده سوكش اسكو سيبه رقم يا اسكو ده قوي يعني واسكو ليفل ما دام اسكو ليفل يهين قبل ده يرتا ورتا صور امبا لو صدر يابا صور كده اسلام ده صور اسلام ده لا تليس اي واحد صدام لا قبطي وحي موديس اني واحد وناكس لا قبطي صدح يو تاي جليسي تختار كي اوتر جنتو ان مالو با اوتر جنتو بري كمال ان كان هدو بوق خيره حتا او تيرا ان نينك واخا سن اسكو قمناي واخا لو اورن يما تقنا ام حد قبا انت ماشي ما قربه انا كو جوجنا كو ترجمينه لا انا مر ان كان دعوي هوشن قال سلسلة برا نينك بيحو قاري يا شري قاري جوتي شو كانتا ساعدة دوبة يا جانتو كل حرين يا هاي سكرين كقاري جا أروتي شقادة وقلا يا كفاية وقاضي نينك نلاش وكرا كحسنة ده نلاش هبين كنا قري وكفر حسنة ما نكنا شقادة كفر حسنة واحد أركي سواقة تم بتشي بس لقولي حسنة يوم تلاقى سد عرادين بالودي يا شيء سكار ونعب بتشرين يا حشيش ونعب بتشرين بس كعبية ما حد كينا يا مركب وحيلا كينا وحويان كبرنا نورت كوب وحيلا حرت إسلامها إسلامها نسوي كوكا سارنا إسا هذا الكوكا مقلا إسا ما بدي حق لنا إسا هذا الكعك وحكوه الرئيس هذا الك إسلام تر كيش كبريس يا بينك وطنيس كذا إسلام تدو حكو ترتدي هاي إسلام تدو حكو ترتدي إسلام تاني واحد أسرع تأكلي إنه لش هذا بروح ذا بضاني طاقة عيسى أنا دقين تكرر تأذو كنا واحد مفهم سني شيء أي ود مسوي هرك أو يقارس إسلام تو لا دمر كيري وين وحاسدي مركا وحاله يا جبه هاي مركا نير رجع مركا تاي نين كرجع لبا ومركا أبنا كل كذا أركتك بعد هذا أنا أيو تذي بند كوكو بدي سي هذا الكيفيت كي كوكو بدي سي كيش كبريس كان نسكت دم بهبينك جورج سوا صوانينا يو وحاس تن مركز أركت حالة هذا درينت لوا ميدم بكو بنا أما صدق ميد بق إن المشا كجورتو واتسك بدلت تشوي جاس واتقبل ده كده عسين هذا كجورتو قبل خاص إن واتقبل ده فرتو أدور قد ده برتا وقول ما يسأ أذن حمار إذا نسوك الجاري أولادك استاه كويس يا إن اسكا مستو هذا كده هذا ونسكا واتو أسمرتو وري قبل سمر كنا ميد بدل لودي ميد وحي على هوجو هري إسلام وكل رغم بدل لودي مركوي مادن خيرك عصب een waxba ma dhigin kartid inta isku address ka tiin wana iska la qoratan adiga guriga dawladda ka bixisa
وينو ادريس كلا سوق تقع ايان تو وريسه ما واد غرام مرتي سوق ايان تو وريسه ولا وريسنه تاسي وا واغ دب كل دب سو بلا ميو ما هو ريبان كو دها وحيالها هو هري كو جرتها اكزاكت ماركا ارنت وخا ايمانيسا وا مردم ماركا لو ليه هي غبدا انا كو ترجميا غاربد ودي كرتا جيم بدنا يا جلي كرتا جيم هتا ماد غشا وا هلكا كا ايمانيسا غبدو ماركا لفور ان جيم غشا الا كل كره واحنا كسو شيكين غبدو ماركا لفور ان جيم غشا كره سو ساقده غريغه سو شرحته هلكا كا ايمانيسا ارنت وا هلكاس غبدو ماركاي la furo wa marka kor soo qaadis ya ka daba geeyay marka wa islaantan islaantan la ka daba geeyay soo lanaaya kor jiimaad gasha suluq suluq baad adiga dhan noqotay waxaan miya lagu yeelaa waa maya naan ninka haduna waxa sameeyayin faraha ka baxo gabadhiiba hami waxa la gelinaya ninkana inuu waxba ahayno iyagu ay wax u yihiin gabadhu waxay ba aaminaysaa islaantan inay hormarkeeda ka shaqeynaysa ninkana hormarkii uu nacsan yahayba kadib islaant gabadhu maxay sameeyaysa islaantii sawirkeeda iska soo saaranaysa snapka whatsappka dhigayga qofta kaliya caawisa nolosheyda kuma way wa islaan sideedan kii soo gashay isku ficil baahayn isku qeyr baydanahay halkaas ayay ka imaneysa in ay arintu ay qurbahan yihiin wiil bay caawiye islaan ima caawis hayn marka aniga waxa ku sheegaya gabdhahan adigu laga yaabo in cagaha yuro ku timaan cid ku keenay laakiin gabdhaha la keeno waxay u badan yihiin gabdhaha ugu badan ee reeruhu ka dumaan waa gabadha haddii aragta gabdhaha inta badan yurubta shanta ciyaalka labada ciyaalka saddex ciyaalka afarta ciyaalka iska jiidanaya kaligood ee shan nin ka kala dhashay waa gabdhaha inta badan qadariye islaamaha gobolka ku nool ee sideetanidii soo galay hadalkooga maqla weeyaan laakiin hadda hadalka ninkaaga maqashid ama aad adigu gaar u tashatid ninkaaga kala tagmaysaan dad kala tagtaana si sharaf leh ku kala tagaysaan caruurtaadana waad korsanaysaa si fiicanna noloshaadu kugu hagaagi laakiin haddii islaanta hadalkeeda aad maqasho islaantani kolba gadis bay ku soo dhajinaysaa toban ayuutoodana awoodin baa lagu soo dhajin ninkaagu una awoodin alaabaan guriga oolin dahab una ninkaagu gadi karin howlahaas dhan markay yimaadaan beri ka maalina dowladda xitaa dowladda sida loogu dacweeyo waxaa baraysa iyada inay booliska loo tago inay dumarku kaalinta koobaad adduunka ka jiraan ilaa iminka dumarku kolkala dhahaa qurbahan iyo waxan sharciga ah kaalinta dumarka koob ay ku jiraan laba waxaa ku jira ayga saddex waxaa ku jira qoladan la dhaho waxa weeyaan malaha caruurtay ku jirtaarinta koob caruurta ku jirta laba dumarka saddex ayga afar waxaa ku jira dadka laga badan yahay labada dhinac iminka iska qaataragi meeye balanbala raggi waxay soo gelayaan waa kaalinta shanaad ama lixaad halkaas ku tartamaya marka gabadhan waxaa laga dhaadhicinaya inuu horta ninkani kaalinta shanaad ku jiraba oo iyadu kaalinta koobaad adduunka tahayba iyo kaalinta labaad ka tahay caruurtiina ku tahay naya waxa lagu caruur baa haysataa soo maaha ilmaha u kaalinta koobaad inuu adduunka yahay moogtahay haa xuquuqda inuu leeyahay moogtahay guri in la siin moogtahay cayd in la siin moogtahay ayuutan ayuuta ka badan inaad gelaysa moogtahay haa ninkani muxuu ku qabanayaa waa halka uu dagaalku ka bilaabmay iyo fitantuba islaanta sawirkeeda haddii soo qaadato gabadhaadu halka warqadda ugu sii dhamee ha sugin ninka raggii markaa wuxuu sameeyaa gabadha xaaladaasi marka kugu timaadaad aragta inaad reerkaagii lala wareegayo saddex xaaladood miduma kuu bannaan inaad reerka la cararto iyo inaad gabadha furto iyo inaad wax alla wixii laleeyahay dhegta usii dayso laakiin hadday kaa waad hayin iska noqoto laakiin haddaad muran bilowdo ninka dhibta ku dambeynaya waa adiga gabadhaas horta weligeed bay guuleysanaysaa iyadu ama furin ha doonto ama lacag ha doonto iyadu waxay rabto kusii guuleysanaysaa laakiin ninka dhibta u dambeyn doonta waa adiga ninka silsiladda lagu xidhaya waa adiga ka maanta g b s ka ay dowladdu ku xidhanaysa la socoto meeshu rabo waa adiga ka dhakhtarka la geynaya irbad lagu mudaya si una xaaskiisa wax u yeelin waa adiga adiga dhanba waa isla hadlaysaa wallaahi ta iyada soo gaadhsaa ka badan laakiin ilmaha maadanaya iyadaba ilmaha laga qaadanaya iyada waxa soo gaadhaya anaa kuu sheegaya iyada waxa soo gaadhaya iyada ilmaha laga qaadan maayo laakiin goorma iyada ilmaha laga qaadanaya iyada ilmaha haddaan laga qaadanin xitaa rafaad kale qabta rafaadka kale qabta waa maxay islaantan shalay kulahayd guri baad qaadan kartaa dhakhtar baan kuu turjumayaa hawshanaan kula qabanayaa ee ninkaaga kaa furaysay beri waxba kuma qabanayso marka adiga dhibta ku imanaysa waxa weye shan ciyaalu ninka kaga tagay shanta ciyaalka beri cid kula qabanaysa male adaa dhakhtar geysanaya cid kuu turjumaysa male islaantan marka lagu furo faraha ka qaadaysaaba waxaad mooysaa markaadwy gaadhay waa lagu furayreerkeediiba baabiisaa lagu leya beri way ku caayiba islaantan islaantan aad sawirkeeda soo dhigdhiganaysa maanta adiga beri iyada adee mee kaa soo furanba waxay leedahan waxna ii soo dhaweyn mati baad la socota ahaa anaa iskaga weeco naagtaas moogtaa si ninkeedu u gasha adaaba beri sheeka lagaa dhiganaya marka waxaa loo baahan yahay halkaa marka xaaladdu marayso inaad adigu ishagaajiso ooda ninkaaga maanta uman gabdhaha markaa dhibta soo gaadhay waxay tahay iminka meelahaas arkaysa iyadoo tareen kala daalaa dhacaysa midig gaadhigana raaci buu leya ilmaha xaggan ku cararaya tareenkiiguu taagan yahay hal daqiiqo haystaa shan ciyaalaho aan isku maskaxayn baad kalaysataabisrow gabadh ya gabadh waxaan usoo taagnaa gabadh ay waxay wadatay laba caruura iyo mid yaroo ay ku riixayso bahalkii yaraa caruurta lagu jiidi jiray haye deetana midkii u weynaa oo wiile
ayaa tareenkii ka hor galay. Haye. Yaani intii soo hortiisa tareenkii waa dhaqaaqay, wiilkiina waa la dhaqaaqay. Haye. Dee kii ku xigay bay raacday. Ma garanayo dee kala way helaysaa oo hadduu dee ilmahaas ilma caqli badan yahay meesha ugu horeysa tareenku istaagu dee kaga degaya. ilmihii inay heshay in kala garan maayo laakiin waxay ka daba raacday kii ku xigay oo u dhexeeya 8 daqiiqo u dhexeysay. Haye. 8 daqiiqo kadib iyadoo saa u naxnaxsan ayaa buu kii kale la dhaqaaqay. Ma la waaya waa la helaya ilmaha oo marka ugu horeysaba dee waxyaalaha hadduu lumo wuxuu samayn lahaa oo dhan baa loo sheegaa. لكن يعني حتى قف عنصرية هلي كرا نعب أما إساق وادا وعسو قادي كرا يو قادي يو ميل خلو كدعي قادي كرا أبا ميل خلو خلا حيران كرا يعني اللي باعتا فرب بدن ونحن تي كو دير تاي هو يعني ما دي كو دير تاي ديعي كو دير يهي ورور كي كو دير يهي باك سو قاري ما فعندي markii horta ka daba tagtay inay heshay iyo in kala garan maayo Soomaali inay ka dhixiri doonto ma garanayo laakiin arrintaas aan soo taagnay inuu ilmo gaar ka raacdi bahashi ka raacay hadaba in aan yar imika ku dhaaw waxa arkaysaa tareenada abow ila saar abow ila qabo ilmahan xaga niga soo celi way rafaadsan tahay 5 ilmood oo 5 maskax kala wato dadna 7 nin ama 3 nin kala dhalan kala gaara oo isku fikir ahayn oo isku dabeecad ahayn oo ilmahan isku deganaashayn ahayn ayaga dhan buu haddana saa way dulqaad badan tahay dhibta soo gaaraysa gabadha marka hadhow moraal jab ayada dhan daal dhaqtarkii wax u durjoo ma haysato ilmaha habeen barka ka xanuunsan ambalaas ha wacato gurigii wax u sii haya ka kala madabba ku guban kani ma biyu kaaga dhima warwar baa gabadhiisa u gelaya warwarkaasa u gelaya marka waxa loo baahan yahay inaad ka hor tagto ninkiina waxa haysta ninkii haddana waxa lagu dacweynayaa islaama kale islaantii ka furtay faraha ka qaadaysa marka islaama kale ayaa adiga haddana noloshaada ku soo biiraya oo noloshaada haddana ka sii xumaanaysa islaanta kale noloshaada ku soo biirtay maxay ku oranaysaa way ku wareysanaysaa reerkaagu suu ku dumaad u sheegtay sida wax ahaayeen baad u sheegtay wax walba markay ogaato si una ninkaasi reerkiisa ugu soo noqon bay tan kale falowgeeda galaysa ilaantii hore way ka furtay tan labaad maxay ka bilaabaysaa marka ninka horta muu yimid ahaa xali buu noo yimid oo muxuu kaasoo doonanayaa iyadan ogeyn meesha inuu ninka una ku iman karin oo maxaan sameeyaa booliska u tago waxaa tiraahdaa ninkani inuu habeenkii buu inuu dhibii geysto rabaaba marka iyadu miyay xareysanaysaa talo maana iyadna waxay tii hore shalay waxay ku fikirtay inay reerka ka dumisay tana waxay ku fikiraysaa inuu ninkana ku wasan qabo bisnaada waxaa jira kuwo intay dumiyaan ayagu ninkii hadhow ka soo xaray banaanka islayaga kuwa dumiyay reer anigu kuwan aan ka hadlayaa kuwa wax soo xarayn kara maaha adigu waxaad ka hadlaysaa kuwa nool kuwa altiyaba khalas ka dhamaa waa kuwa caadi oo iyagu dee shalmadoodii iyo xijaabkoodii iyo jaakadoodii iska qaatay oo waad garanaysaa hawshii dee waalidnimo halka ka xambaar lahaayeen hawl kale ka xambaareen iyagu islaantan dambe maxay ku bilaabaysaa ugu xanaaqsan oo ilaayo markay 4 ahayd bilaani dhacday soo mareen waxaan ayada soo mareen ma fahanta ayada oo da'daas waxa laga yaabaa hadda ninkeed inuu la deganayn oo guri kale degan yahay waxaan ku sheegayaa markay dhageyso marka halka arrintu markay marayso tan dambe waxay ku oranaysaa waxay tusaysaa oo gabadhu u sheegaysaa inay booliska u tagi karto inay oran karto booliska marka u sheegto inay oran karto inay dacweyn karto ninkan mayna ma wada waxaan fiirinayay meel meel cidlaa ma iska jirtoogay marka shimbir ay agmaray dhegayso salaad asar usul marka waxaan ku sheegay erigayso ma dhaweeyo imisa aad tukiteen ayar kadib aad tukina 4 iyo xogaa hey bismillah anagu 6 wax laab aan tukinaynaa dhegeyso marka waxaan ku sheegay dhegeyso marka gabadhii maxay samaynaysaa marka xaaladda markay marayso xaaladdu marka halkaa marayso islaantii maxay samaynaysaa islaantii dambe labada islaamood tii hore iska daayay tii dambe booliska u tag ninkan dacwee waxaa dhahdaa habeenkii ama maalinkii xilligaas guriga yimaadaa wuu igu wareegaa inuu idilu rabaa baan ka cabsanayaa yacni noloshaada dowladda waxay tusaysaa nolosheedu
inuu khalkhal nolosheeda uu ninkani ku biiraa. Ninkani waxa laga yaabaa inuu ku soo dhawaasho iyo jacayl maanta caruurtaadii bal soo eeg, bal gabadhii may rafaadsan tahay, tolo ma isku noqon kartaan, xitaa janis labaad buu raadinayaa inuu gabadhii ku noqdo. Kolba islaantiiba soo wacaysa, waxay leedahay ninkii muu ku soo wacahaa dee wuu kugu wareegaya. Ninkani waxa lafaha ku rabaa inuu ku dhinac tiro inuu wax ku ninkan jacaylka usoo wacay iyadu xitaa fahan bay ka sii dhigaysaa, waxa oranaysaa indhihii ilaahay si ugu wareegaya, tolo ma inuu dilo rabaa, maama ogi waan ka shakisanay. Yacni gabadhan umama muuqataba ninkani inuu beri kamaan, haddana rajo labaad ay ku jirto caruurtiisa iyo reerkiisa iyo wanaag inuu rabo inuu ayada xitaa caawiyo. Hadda waxaa laga yaabaa inuu nolosheeda inuu kusoo noqdo rabin, laakiin inuu rabo inuu caruurtiisa iyada caawiyo. Laakiin gabadhan waxaan uma muuqdaba, gabadhan waxa islaantani tirin unbaa ku socda. Islaamahan horta waaba hadalkoogu waa balaayo. Inantii kommuunkay tegaysaa meesha dowladdii iyo socialkii looga xilayay, meesha bay ka odhanaysaa gurigaygiiba waxaan kaga noolaan lahay ninkaas. Oo ninku waa kan shalay kala tagnay. Dowladduna maxay soo odhanaysaa ninkani gabadha carur u qabaayo beri kamaal inuu gabadha waxyaala laga cabsanayo, ilaa shalay wixii kula tagan ba yaalle. Saas darteed islaantan waxaa lagu gabadha horta ninka waaba loo yeedhayaa, balan baa laga qaadayaa, waxaa lagu odhanayaa soonaha dhulkaas ay gabadhaasi degan tahay. Ilan dhulkana wuxuu kaartiya kaartiya xaafad xaafad baa lakala leeyahay. Haddaan gobolka laga mamnuucin, horta xaafaddaas baa laga mamnuucayaaba. Hadduu galo g b s waxaa ku xidhan gacantiisa sheegaya, ama wuxuu ku xidhan yahay lugta, iskamana furi karo. Hadduu dhulkaasi ninkaasi soonaha galo, dowladdu toos bay u aragtaa ninka inuu xaafaddeedi gabadha marayba. Hadduu marana maxkamaddii hor yaalo, maxay ka doonatay baa taalada. Inankaas xitaa haddii ay kasoo gashadan inuu gaadhi kasoo iibsanayo xaafaddaas, waa inuu dowladda wargeliya, waa inuu yidhaahdo beri xaafadda noocaa noocaasaan tegayaa, ama gaadhi baa iga yaalla, ama nin saaxiibka hawshaale, ama qofaan caawinayaa. Waa inuu sii wargeliyaa dowladda. Haddii laakiin uu iska tago isagoo iska cararay, ama gaadhi ha ku socdaa ama ha lugeeya, ninkaas maxkamaddu hortaala beri kamaan inuu gabadhaa dilayaba u qoranba. Hadda gabadhana dilmiya waxaan uma soconiba. Marka yacni heer waxaa la gaarhsiinayaa lagu yidhahda gabadha ninka dambe kula sheekaysanaya, si uuna ninkani u ogaanin, si uuna u arag beri kamaal uuma seeri karaa, caruurtaadu wax yeelayn, adigu wax ku yeeli karaa, ninkan waa inaad ka mamnuucdaaba dhulka aad degan tahayba. ilaan gabadhu iminka kor bay isu soo qaaday oo garoob bay noqotay oo gurigiiba hagaajisatay oo caruurteediba hagaajisatay oo nin kala aniga ballan lala u tagay, ballantaasi diidanta in la ogaada. Saas darteed islaantani maxay ku dhiirigelisaba ninkii hore inuu aaga kasoo dhawaan, kan xitaa kusoo socda beri kamaalna isaga laftigiisa waa la kala goyn doonaa. Noloshan yurubta faamilo waxaa ka bixi kara dulqaad ilaahay siiyey, yacni faamilo aad u dulqaad badan oo nolosha fahansan. Saan hadda anigu wax u fahansanayo oo kale gabadh ila fahansan unbaa ka bixi karta. Gabadh fahansan inay islaamahan iyo howlahan iyo baxarkan waxaan anagu isku haynay inuu ka wen yahay waxay dadku noo hayaan, gabadh fahansan keliya ayaa ka bixi karta, iyo nin fahansan. Laakiin haddii ama ninki wax fahansanin ama gabadha ayna wax fahansanin, sida iminka faamilo badan oo soomaaliya ku dhacda qurbahan marka la yimaado, taasaa ku dhacaysa. Marka anigu waxaan odhan lahaa saas darteed waxaan odhan lahaa gabadh haddaad intaad soo guursato aad ku bilowdo heblaha la hadlin.